حياتي ما حدا بيسمع مني. قلت لعادل ما يخبر حدا، خبركم. قلت ما حدا يجي يجيتي. شو كان بدك يعني اعمل؟ يعني اقعد انطر بالبيت؟ هو شو رح تعملي هون يعني؟ شو رح تغيري؟ يمكن لو قعدتي بالبيت من الاول ما كان صار اللي صار. هلا انت معصب من هالشي فارس وعم بتلومني الي؟ طلع شغلي هو السبب ليش انت هون هلا؟ سوريا ما بدي احكي بهالموضوع. شغلك كله مش وقته هلا. وضحت لك أكثر من مرة إنه أنا كنت عم بشتغل لحتى أحس حالي إني عم ساعدكم بشيء. شغلك ما رح يساعدنا بشيء سوريا. أنا اليوم يمكن خسرت الشغل اللي عم بيساعد العائلة كلها، كرمال شو؟ كرمال تشتغلي يوم؟ شو عملتي؟ شكله وقت مش كثير مناسب لحتى نحكي. كنت مفكرة إنه شوفتي رح تريحك شوي. بس طلعت غلطانة. سوريا 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 سوريا